هيكون معانا النهارده او دلوقتي برضه يتكلموا على تجربتهم. كابتن محمد النني. نني بص عليك من هنا. وكابتن احمد حسن كوكا. مش واخد بالي انت تعبان صح؟ الف سلام عليك سلامتك كوكا. الحمد لله على السلام. طبعا للكباتن الكبار هم يمكن كنا بتكلم على الاحتراف والعقليه, فطبعا الكباتن الكبار يمكن هم مثل اللي انا بقوله ازاي العقليه ان انا افضل حوالي 7-8-9 سنين محترف, ازاي انا بقدر احافظ على الليفل اللي انا فيه في احسن انديه في اوروبا. طبعا نني بنقول له مبروك والف سلامه طبعا على رجليه, ومبروك على التجديد ارسنال. 7 سنين دلوقتي في ارسنال. قول لنا 7 سنين في ارسنال ازاي ما شاء الله, يعني اكيد الناس عايز تسمع انك واحد بيلعب في الليفل الاعلى ليفل في العالم في الكوره, بتفضل محافظ على المستوى ده مع مدربين كبار من ارسن فينجر وبعديه ارتيتا, وتفضل محافظ على الشكل ده. قول لنا ازاي عملت كده يا نني. والله كابتن مشكور حضرتك الاول. انا حابب بس اشكر قبل ما اتكلم في حاجه, اشكر سياده الرئيس فتح السيسي على طبعا المجهود اللي بيعمله للبلد ككل وللرياضه يعني كحاجه خاصه, وبشكر سياده رئيس الوزراء على حضوره النهارده وسياده الوزير رياضه وحضور كلكم. يعني انا بحب اشكركم وعلى الحدث العظيم ده بجد. انا فخور جدا ان حاجه زي دي في مصر, وبنفكر نعمل حاجه للشباب بتوع البلد عشان بجد البلد دي تستاهل, وانا واحد من البلد دي وطلعت من البلد دي, فانا شايف قد ايه عندنا شباب عظيمه ويستاهلوا اللي احنا نقف جنبهم, ويستاهلوا اللي هم يبقوا في مكان احسن عشان احنا. والله ما الكلام ده من قلبي ولا محضر حاجه, كان بجد يعني بلدنا عظيمه وتستاهل بجد اللي هي تبقى احسن بلد في العالم يعني. فانا حابب يعني اتكلم على السؤال اللي كابتن حازم ساله لي, اللي انا بقالي 7 سنين في ارسنال, والحمد لله انا ادم لاعب في ارسنال, ودي حاجه انا فخور بيها جدا. يعني لعيب مصري يبقى ادم واحد في فرقه زي ارسنال, فدي حاجه بتهيألي حاجه انا مخلينا فخور بنفسي وحاجه تبسطاني جدا. يعني هو كل الموضوع اللي انا صدقت حلمي, يعني هو ده اللي يعني ده اللي انا عاوز اوصله للناس. وكابتن احمد حسن قال الكلام ده لما اتكلم, صدق حلمك. انا واحد من عيله بسيطه جدا من المحله واتولدت, يعني بحب اقول الكلام ده عشان ده يعني مولود في مكان بسيط جدا في المحله, ويعني فخور ان انا اقول الكلام ده عشان لما الحمد لله وصلت المكانه دلوقتي, فببص ورايا بقول يعني الحمد لله, يعني تعبي ومجهود ابويا وامي الله يرحمها يعني جاب ثماره, ويعني اول حاجه ربنا طبعا توفيقه ليا. فانا صدقت حلمي وتعبت عشان خاطر اوصل للمكان الحمد لله انا فيه, وان شاء الله مكمل في الحلم اللي انا فيه يعني باذن الله. وانت لما بتحلم كلنا بنحلم معاك يا نني, لما بتجدد العقد كل مصري تبقى مبسوطه ان واحد مصري زي ما انت قلت جاي من ارض مصريه بيلعب في احسن انديه العالم, ان شاء الله تكسر الدنيا ودوري بقى السنه دي. ان شاء الله. ان شاء الله.